مرحبا، كيفكم؟ اليوم الفيديو حيكون عن تحدي التوأم Twin Telepathy Challenge بس بطريقة جديدة. وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والإشعارات ويلا نبلش. فكرة التحدي إنه رح يكون هون في حاجز بيناتنا أنا وريان، وحيكون قدامنا مثلا ثلاث أنواع من يعني كذا شغلة، بعدين وروان قدامها ثلاث أنواع من نفس الشيء. مثلا انا بس انا اخترت اشي من هون اللي قدامي، اخترت هذا الشيء، وبعدين انا مثلا بدي اشوف شو روان اختارت، بس ما حد اشوف يعني تعرف شو روان اختارت، لازم اخمن شو روان اختارت، فبختار واحد بنشوف نفس الشيء معناته هنكمل هيك لاخر الفيديو. خلينا نشوف شو حنسوي. خلينا نبلش. طبعا هلا احنا غمض عيوننا بهذول، امي رح تجيب لنا اياهم. هلا بدنا نغمض مشان بعدين ما تشوفي قدامنا وما يعني ما ندفع او شيء زي قرموش يعني. اول شيء نغمض بعدين بيجيبوها بعدين بنشيله. طبعا رح نبدا بروان لانه هي هذيك المره بتحدي المستري ويل اوف سلايم تشالنج خلتني ابدا، فهي المره هي حتبدا. وهو اول شيء ميرا رح تجيب لنا هون ثلاث اشياء وريان عندها ثلاث اشياء، لازم انا اختار ويتوقع ان انا حبلش. خلينا نبلش باول جوله وميرا رح تجيب الاشياء. بس هذه الأشياء هي حضرين أول الأشياء. مرحبا، يلا نفتح. واحد اثنين ثلاثة. أنا هختار كمان حتى تتوقعي. شو تتوقع اني اخذت؟ حاسيتك اخذتي هذا. شو هو؟ نفس الشيء درجة شوكولاتة. ياي اخترنا شوكولاتة واخذنا انا وياها بوينت لانه انا وروان صراحة ولا مرة انا من هذول انا ما بحبها اصلا. انا ما بحب هاي، ما بحب هاي. كنا نشوف دائما هاي بس بنحب اكثر الكوكيز طبعا. بس هاي اكثر يعني من هذول الاثنين. سم بوينت. اوكي انت اللي جاوبت بعدها. شو توقعتي؟ ما بدي انا بجرب ال... انا فكرت هذا مو وسط بلا مثل كوكيز غريب. معقول؟ دي 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 ما راح تاكل. لا ريحة شوكليت مش زي الكوكيز. كان خيال ده مو زي كوكيز صح؟ هي نفس تبعي طعم شوكولاتة. واضحة من هلا. اوكي با انا اول شيء حختاري يا روان. صح اختاري مفيش غير. شو اتوقع؟ شو تتوقعي روان انا اخترت؟ هذا شو؟ دجاج. دجاج اكثر واحد بحبه. وطلعنا كيف جد هلا. تعرف شيء؟ فتوتو نروح على بعدها. اثنين نروح على الجول بعدها. هلا رح اختار رح تتوقع بس هنا ايش تعمل يا نفتح؟ واحد اثنين ثلاثة. اوكي هذا دوري انا اختار. ما شو اختار ولا لا؟ توقعي تويكس. اي كم طلعنا تويكس. خلينا نجربه. اكثر شيء بحبه بينهم هو تويكس، مع انه هذا مستحيل روان اختار، لانه روان لو خيروها اكيد من هذول اكيد غير اختار تويكس. انا بعرف روان تويكس بس وين يعني سنيكرز يعني متطابقين. هلا الجولة اللي بعدها ودور ريان تختار ولا اتوقع؟ اوكي ميرا حتجيب لنا اياهم طبعا كل شيء حتجيب لنا اياه ميرا. لابسه؟ شايفين؟
جاهزين. كريم يلا اختاري بقى نحكي لي. انا اخترت شو متوقع يا روان؟ اخترتي احمر. اجانا اثنين وعشبوس اللي هم برينجلز، هذا اوريجينال وهذا البصل ساور كريم وهذا الحار. وهلا الجولة اللي بعدها وهلا رح يجوا الاشياء. هلا مين حيختار؟ هلا انت. اوكي خلصتي؟ لسه ترى لسه ما حطيت الريان كلها. ايه خلي هيك احلى ريان. حطيتي؟ لسه. اوه واحد اثنين ثلاثة. بالفواكه القم. انا اخترت اللي هو وذ جرين تي. فريش مينت بدون سكر مع محليات. جابوا لنا هذول بالفواكه وفريش مينت وكمان جابوا لنا علكه بدون سكر. طبعا لانه هلا نحن غلطنا فبكل لحي جوله في عقاب خاص بكل جوله. كل جوله راح نخسر فيها يكون لها عقاب. راح تحطوا لنا العقاب بهاي الجوله انه احنا خسرنا. كل جوله احنا نخسر فيها بدكم تحطوا لنا فيها عقاب. فهاي الجوله محدد لها عقاب. اكتبوا تحت بالكومنتس عقاب. هلا الجوله اللي بعدها. يلا الجوله اللي بعدها هلا. هاي الجوله الاخيره ولا ايش؟ كلهم ضايعين عندكم اصلا. لا مش شغله. اوكي بس لسه ما حطيت. هلا انت ولا دبع روان. واحد اثنين ثلاثة. اوكي انا اخترت دورين تختار. مع انه دورين تختار انا بس اخترت هلا مع انه مش دوري بس هي اللي اخترت. اخترتي؟ اخترت واحد. وانا اخترت كندر جوي. نفس الشيء. اوكي كمان ريان خذوا. هاي صورة ميرا بالكندر جوي. كل واحدة منا عندها صورة صراحة سنين. كل واحدة منا عندها صورة بس انا ميرا جابت لنا صورتها. يلا ف صح ما في عقاب. تعال نشوف اللعبة. اوكي بدنا نشوف اللعبة. انا احب افتح الالعاب. شو طلع لك؟ اه تعرف مش حلوة. انا لسه ما شفت. فكرها حلوة. لو وقع شيء على الارض مني. ميرا يعني شيء على الارض. قولي لي. اوكي ثانك يو. انا بتاعتي واو شكلها حلوة. ياي لو انت شو تبعتي؟ شو تبعت مملة بس هيك. شوفي شوفي لون هاي زي الحبة بشتي. اوكي خلينا نبدأ الجولة بعدها. هلا الجولة بعدها ويلا خلي اسمع اغنية. لو راح تختار واحد اثنين ثلاثة. شو ممز يا الله ما تيزر بس كده ما بختاره. اه ما بدي شي قبطان. سالي يا قابل اكتبوا لنا
يعني نفس الشيء العقاب والمنتوس كمان. المنتوس انت اللي بعدها مكرونه مين اكلها من اوكي هلا شوف اللي بعدها خلينا نغمض وانا اختار انا حاسه وين راح تختار لانها تحبه كثير تقدر؟ يلا خلينا نشوف شو هو اوكي هلا مين جابتهم؟ اوكي انا هفتح هنا لا لا اسمي فتحت واحد اثنين ثلاث اوكي يا خصوصي كان باقي اوكي نفس انا اخترت اخترتي ريان؟ اه يوم شو اختار؟ يلا ما كنت راح اختار استني يا الله ما بديش نقاب اختار يلا انا بحب هذا كثير ده واحد استني استني هم كثير هم ما عندك وقت واحد اثنين ثلاثة ليمون منت اوكي اختار الليمون وحلو كان تصير طويل والله هو هذا اسكو شيء شو بدي اعمل يعني كان انا بحب هاد اطيء اكثر من هذول الاثنين مو زي مو زي مو زي اللي بنحبه بس انا فكرته زي الليمون بس اجى لي نعناع بس يلا عادي هلا جو الاخيره وصار دوري انا اختار الريان تتوقع بس هلا حنجيب الاشياء طبعا هلا انا وروان عنا بس عقابين انتوا حتقولوا لنا المنتوس شو عقابه بس هذا اذا ما عرفنا كمان في ثلاث عقاب الام ان امز شو عقابه اول ما تفوتوا اوكي يعني مبين عليك ما تختار انا بعرفها شو بتحبها يمكن انا كمان شو هو شيء اصلا انا في حتى انا ما فيني هلا اتفق معها اصبري لا استنيني لا لا ما تفتحي ما تفتحي استنيني فتحت تحدي؟ انا افتح لا لا لسه فيكي عادي اوكي انا مبين مبين يلا 1 2 3 سبرايت سبرايت بيرفكت اوكي ترى سبرايت هاي كانت اخر جوله لا لا معناته هذا كان اخر يعني هم ما في عقاب كمان بس في عقابين تبع الام ان امز والتيزرز وهيك فتقول العقابات هذا كان فيديو اليوم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوا اذا حبيتوا فكره هذا التحدي وبدكم اجزاء ثانيه لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات وباي